عمال يذكر ليه؟ صلاة التراويح، حكم صلاة التراويح. نعم، لا يا أيها الأخوة اسمع. نعم نعم سنة. أين تصلى صلاة التراويح؟ في البيوت أو في القبور أو في المساجد؟ جماعة أو فراغ؟ جماعة في رمضان تصلى جماعة، ما في غير رمضان لا. نعم فتح الله تصلى جماعة. من الفائدة من صلاة التراويح جماعة؟ مش الفائدة؟ ما الثمرة؟ من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليل، كان لم تقوم الليل كامل. طيب كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ من يعرف؟ 16 من 8 إلى 16. في اختلاف مثلا. احنا الحين دعنا من الخلاف. نعم. 11 من هي 20 ركعة. عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مفهوم؟ طيب. ما أسمع شيء. لكن إن جاء إمام وعالم وقال تصح الزيارة وصلى بنا لا إشكال، كما يصلي الناس اليوم في مكة والمدينة. نعم، لكن حتى العلماء الذين يقولون أن تصلى 23 و 13 ركعة وكذا يقولون الأكمل ألا نزيد على 11 ركعة. طيب أقل الوتر كم؟ من يعرف يرفع اسمه؟ أقل الوتر كم ركعة؟ واحد. واحد 3 ركعات. الله يفتح عليك. أقل الكمال 3 ركعات. أقل الوتر كم؟ 3 ركعات. نعم. وأقل القريب يعني هذا ما هو كمال ركعة. إذا لو سئلت ما أقل عدد في الوتر تقول 3 ركعات، هذا أقل الكمال. إذا عرفت أن تأخذ القليل لكن قليل كامل كم ركعة؟ 3. أما واحدة هذا أقل لكن ليس بالكمال. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر ركعة واحدة وهو يقدر عليه فهو مقصور لا تقبل له شهادة. ركعة واحدة ما تقدر عليه، مجرد ما تسلم من صلاة العشاء الله أكبر انتهت الركعة، صح؟ أحيانا ما تأخذ من دقيقة، صح؟ طيب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يصلي على تهيئة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام يصلي وقام أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتح بالبقرة، فقلت 100 يعني 100 ركعة يركع، فمشي فقلت البقرة فافتتح بالنساء، فقلت النساء فافتتح بآل عمران. قال حتى هممت بأن أسوق. قال ما هممت؟ قال هممت أن أجل سؤالك. تعرف كم جزء تقريبا؟ 14 كثير. الآن يعني في الليل أقل من جزء. نعم شوف قاعدة عند العلماء، إذا جاء التعب اعرف أنك لست في عبادة. العبادة ما نأتيك تعب أبدا. ما الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فلما جاوز أمر بالسير إلى مكان، هذا السير كان في الطاعة، عند
لما جاء زيد بن جعفر خلاص انتهى السيف، كان هو ذا الاخوان صح. فلما جاوز قال الفتوى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا. أين جاء تعرف النصب بعد أن جاوز المكان؟ اسحب الآن يعني رمضان صلى الله عليه وسلم النهار صار الليل قام عمل كثير قراءة قرآن وصلاة تراويح وصيام وكذا ونوم قليل تعب في رمضان ولا تعب في غير النشر تتمنى أن تكون عمت العام كله رمضان صح. لماذا؟ لأنك تسخر البدن في مخلوق الله خلق حتى تكون عابد هنا. فأي أحد قال الصلاة طويلة وكذا ولا هذا كلام إبليس وكلام ما يمكن يكون هذا كلام أحد. مسلم يحب الصلاة صحيح؟ نعم. طيب